ما هي الرافعة المالية؟ قد تكون سمعت عن مفهوم الرافعة المالية. في هذا الفيديو سنقوم بشرح ما هي الرافعة المالية وكيفية استخدامها في التداول. الرافعة المالية هي نسبة الأموال الخاصة بك إلى حجم الأموال المقترضة التي يقدمها الوسيط للتداول. يختلف حجم الرافعة المالية من شركة لأخرى. تقدم IFC Markets لزبائنها رافعة مالية من 1.1 حتى 1.400. بشكل عام تعتبر الرافعة المالية 1.100 الأمثل. ما معنى الرافعة المالية 1.100؟ هذا يعني أن شركة IFC Markets تقوم بتخصيص أموال لك للتداول، تقوم بمضاعفة أموالك بمقدار 100 مرة. بالتالي بإمكانك استثمار 100,000 دولار بدلاً من 1,000 دولار. إذن قررت أن تقوم بفتح حساب مع شركة IFC Markets وأنت مستعد لاستثمار 1,000 دولار. لنفترض بأنك ستقوم بفتح صفقة طويلة على النفط بتكلفة 50 دولار للبرميل الواحد. من السهل الحساب أنك ستكون قادر على شراء 20 برميل بكامل رصيدك. 20 × 50 دولار يساوي 1,000 دولار. لن تستطيع شراء أكثر من 20 برميل بسبب نقص الأموال. إذا اتضح أن تنبؤك هو الصحيح واستمر سعر النفط بالارتفاع، فإذا كان الارتفاع بمقدار 5 دولار للبرميل الواحد سوف تكسب 100 دولار. ماذا يجب أن تفعل إذا كنت متأكدا من أن الصفقة ستكون مربحة؟ كيف بإمكانك كسب المزيد؟ للقيام بهذا بإمكانك استخدام الأموال المقترضة من الوسيط لزيادة حجم صفقتك عدة مرات. الإيداع 1,000 دولار، الرفع المالية 1,100، سيرتفع رصيدك إلى 100,000 دولار. هذا يعني بدلا من استثمار 1,000 دولار بإمكانك الاستثمار 100,000 دولار وشراء 2,000 برميل. والآن في حال وجود زيادة في سعر البرميل بمقدار 5 دولار ستكسب 10,000 دولار. مثال: لديك إيداع 1,000 دولار، الرافعة المالية 1,100، بدون رافعة مالية. بإمكانك شراء 2,000 برميل من النفط. بإمكانك شراء 20 برميل من النفط. سعر البرميل الواحد يساوي 50 دولار. في حال ارتفاع سعر البرميل الواحد بمقدار 5 دولار ربحك بدون رفع مالية يساوي 100 دولار. ربحك باستخدام الرفع المالية يساوي 10,000 دولار. لا تنسى أن الرفع المالية الكبيرة تعطي الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة، لكن يمكن أن تسبب أيضا خسائر كبيرة. قم بالاشتراك بموادنا التعليمية وزيارة مركزنا التعليمي عبر الإنترنت.